والجول كريم جول كريم جول بنزيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. النهاردة معنا LTS 2023 مود انتقالات 2024 اتحاد جدة في كريم بنزيما وانجولو كانتي وكان الدوري السعودي موجود في اللعبة. زي ما شايف عندك اللعبة جميلة جدا بشكل رائع كان بموسيقى التعليق العربي. زي ما شايف عندك اللعبة فيها البريمير ليج بآخر الانتقالات والأطقم، وكمان عندك كل الأندية الأوروبية والأندية العالمية. زي ما شايف عندك الأندية العالمية كلها موجودة معاك. زي ما شايف عندك هنا كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، وعندك هنا الهلال، وعندك هنا اتحاد جدة. زي ما شايف عندك هنا اتحاد جدة كريم بنزيما، عندك رقم 9 بتاع كريم بنزيما وكل فئة، وطارق حامد وانجولو كانتي، وكمان احمد حجازي فريق اتحاد كله اتحاد جدة كله موجود معانا. زي ما شايف بالانتقالات الجديدة انجولو كانتي وكريم بنزيما في الدوري السعودي نار وشرار بهذه الانتقالات. شايف 2024 هيكون الدوري السعودي من اقوى الدوريات في العالم. زي ما شايف هتلاقي طبعا رابط اللعبه في اول تعليق مثبته في الوصف، واسيب لك برضو نسخه فيها الدوري المصري بالاضافه الى الدوري المصري دي فيها الدوريات العالميه كلها، وبالاضافه للدوري السعودي والانديه السعوديه. هسيب لك النسخه اللي معايا في الرابط، سيبك تشتريها بنفسك، هتلاقيها ما فيها موجود فيها الدوري المصري برضه. زي ما شايف عندك هنا جلاتاسراي اللي كان بيلعب فيه مصطفى محمد، وعندك هنا الدوري الفرنسي نانسي الفرنسي الذي يلعب فيه مصطفى محمد. عندك هنا مصطفى محمد اهو زي ما انت شايف مصطفى محمد موجود في اللعبه، كمان باريس سان جيرمان بي اس جي موجود في اللعبه. زي ما انت شايف عندك هنا باريس سان جيرمان بالتيشيرت الجديد بتاعه، كمان ريال مدريد التيشيرت الجديد برضه بتاعه. زي ما شايف عندك هنا ريال مدريد، وعندك كل الفرق موجوده معاك بالشكل الرائع دوت. زي ما شايف بشكل احترافي وبشكل رائع ريال مدريد وبرشلونه، وكمان الانديه العالميه زي الدوري الايطالي والدوري الفرنسي وكل الدوريات العالميه. زي ما شايف عندك وكمان المنتخبات العربيه موجوده معاك. طبعا انت عندك هنا تصفيات كاس امم افريقيا تلعبها في اللعبه دي، تلعب كاس امم افريقيا في اللعبه. زي ما شايف عندك المغرب وتونس والجزائر وجنوب افريقيا، يعني برسي تاو. انا شايف عندك اللعبه رائعه جدا بالشكل الاحترافي. عندك تاو برسي تاو اللي هو لاعب نادي الاهلي. عندك هنا بايرن ميونشن موجود معانا بالطاقم الجديد بتاعه. عندك هنا كريستيانو رونالدو لعب فيها موسيقى التاريخ العربي شبه تاريخ العربي. زي ما شايف عندك هنا كريستيانو وكل الفرق، يلا نجرب نلعب مباراه في اللعبه. زي ما شايف عندك هنا اللعبه رائعه جدا، نجرب نلعب مباراه بمين هنا على طول اتحاد جده ومين بقى نلعب ضد ريال مدريد ماتش ود كده، ومين ده اللي هيلعب مانشستر سيتي في كاس العالم للانديه. مانشستر سيتي في كاس العالم للانديه على طول بين مانشستر سيتي واتحاد جده. ممكن يقابل يا اتحاد جدة يقابل السيتي، يا الاهلي يقابل السيتي، اي فريق منهم ان شاء الله يفوز على مانشستر سيتي في السعوديه في كاس العالم للانديه. يلا بينا على طول. عندك هنا هالاند طبعا في نادي مانشستر سيتي، يلا بينا على المباراه. وعندك هنا دخول مباراه كاس العالم للانديه في السعوديه في استاد الملك فهد. عندك هنا اتحاد جده ومانشستر سيتي وهالاند بقياده هالاند ومانشستر سيتي، ودخول لاعبين اتحاد جده انجولو كانتي وبنزيما واحمد حجازي وطارق حامد. وعندك هنا فريق مانشستر سيتي، هنا خطه نادي طارق حامد وانجولو كانتي واحمد حجازي، اثنين مصريين من السعوديه. طبعا بالنسبه لطريقه تحميل اللعبه هتلاقيني نفس طريقه تحميل اللعبه الباتش المود اللي فات. وبالنسبه لرابط تثبيت اللعبه في اول تعليق مثبت على طول، ويلا بينا على طول. والتسديده والهدف هدف على طول من كريم بنزيما على طول. بتدوس عند الحته اللي فوق ديت، بتدوس عليها كده، وبتختار اول واحده بيجي لك القنوات. عندك هنا قنوات كتيره زي ما انت شايف. عندك هنا اي او اي سبورتس سكاي سبورتس وايفا وبين سبورتس. بنجيب بين سبورتس كعرب، احنا بنجيب بين سبورتس على طول عشان هناك الحصري للدوريات العالميه، مع ان ممكن كاس العالم يذاع على قناه اس اس سي. طبعا انا في الباتش اللي هسيبه لك تحت في اسفل الفيديو هحط لك فيه اس اس سي سبورتس. عندك هنا كريم بنزيما واللوب الله عليك على اللوب العالمي من كريم بنزيما. جول كريم بنزيما، الله عليك يا كريم يا بنزيما، ما هذا الجول يا كريم يا بنزيما، الله عليك.
جول عالمي من كريم بنزيما، هدف رائع، جول ولا اروع. كريم بنزيما ياخد الكرتين، كريم بنزيما يعدي من اللاعبين كريم بنزيما ولكن انا هيصدها اللاعب، يصدها اللاعب وياخدها تاني كريم بنزيما من المدافع، والمدافع ضعيف جدا. اولا لا 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 اولا لا، نقولوا كانتي وبنزيما يعملوا حركه الباسامبا البرازيليه. بص كريم بنزيما بيعدي بالشوط على كده، الحارس بيصدها وياخدها من المدافع. طبعا اللعبه يا شباب هتلاقيها على طول في الديسكريبشن في اول تعليق مثبت، هدو صاروبتي هوديك على الشرح تحميل اللعبه وتثبتها على طول. هات الكره هافرز. مين اللي بيلعب في والكر؟ رودري، هاتها يا رودري، اديها لكريم بنزيما. كريم بنزيما لكن بيصدها على طول. الحارس عالمي، حارس عالمي، بيطرز عالمي على طول. ليه اكي ناخدها بقى اخي. طبعا هو 3-0 في اول الاهداف. كريم بنزيما عمل شغل، وان شاء الله كأس العالم للأندية لم يخرج عن الفرق العربية. كان نفسي الهلال السعودي يشارك، بس لو فرقة من الهلال السعودي كان شارك، ما كانش اتحاد جدة هيشارك، عشان بيقول لك ما ينفعش فرقتين من نفس البلد يشاركوا في كأس العالم. أظن كان زي ما اللي حصل في كاس العالم اللي فات. الرجاء ملعبش بسبب ايه؟ او الوداد ملعبش بسبب ان هو صاحب الارض، خلوا يلعب وخلوا الاهلي اللي هو واخد الوصيف لدوري الابطال اللي هو اللي يلعب. يعني برضو الفرقه اليابانيه هتلعب كده او كده، بس اللي كان هيحصل بقى ايه؟ لو الهلال خد البطوله، خد دوري ابطال اسيا، كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيلعب الهلال بس، واتحاد ما كانش هيلعب. يعني كده الحالتين كان فرقتين عربيتين في البطوله العالميه في كاس العالم دي. انا كنت مفكر لو الهلال كسب هيبقى 3 فرق، بس اللي هيحصل ان ما ينفعش من نفس الدوله، لو دوله مختلفه كان بيقولوا ماشي 3 فرق فرق مختلف كده. عندنا كده نهاية المباراة على طول، والهلال جدة يتأهل لنهائي كأس العالم دي. هيلعب فرقة برازيلية على طول، هيلعب فرقة برازيلية تقريبا وقريبا. هيلعب مين؟ هيلعب فلامينجو البرازيلي. أتوقع مين اللي ياخد كأس ليبرتادوريس؟ أتوقع فلامينجو، عشان فلامينجو فريق قوي. وانقع في لامينجو البرازيلي هو اللي ياخد البطولة، بطولة كاس العالم. لا مش هياخدها، يوصل النهائي وهيلعب اتحاد جدة. بعد ما اتحاد جدة يعمل ايه؟ بعد ما اتحاد جدة يطلع مانشستر سيتي، هيلعب فلامينجو. فلامينجو بقى هنعمل ايه بقى احنا مع فلامينجو؟ هنكسبه على طول بطارق حامد، وطارق قصيه من طارق حامد عالميه، ولا هدف. الهدف الاول لطارق حامد برأسيه عالميه، بص الله عليك. طبعا هتلاقي نسخ كتير من لعبه FTS عندي في القناه، نقل اللي انت عايزه، اي سيم انت عايزه، الوان زي ما انت عايزها، كله موجود. موسيقى التعليق العربي، وموسيقى اجنبيه، وموسيقى عالميه باللي انت عايزه، وكمان بالتعليق الاسباني والتعليق العربي ان شاء الله جاي في السكه. عندك هنا كريم بنس رومارينو، ولا هدف رائع، هدف رائع، هو تسديدة عالمية. ما تجيش معاه السعودي عشان ما فيش. الله عليك يا رومارينو لاعب عالمي للاتحاد جد. انا اعتقد رومارينو ده احسن من لوكاكو، رومارينو دوت احسن من لوكاكو. والله السعودية فيها لعيبة احسن من لوكاكو، مش عارف لوكاكو بيتأمر على ايه. خلي بالك ده لو جالك توصل له بنزيما، تسديدة من بنزيما ولا ايه اللي حصل يا بنزيما كده في العرضية؟ بنزيما تغاشم فيها والتسديدة والهدف. الله عليك، بلياردو يعني، بلياردو كرة بلياردو
كوره بلياردو من كريم بنزيما. الله يبص بص بنزيما، بص بنزيما في كاس العالم من ده بيبدع. بنزيما بص اخرج مين؟ اخرج فلامينجو البرازيل. الله عليك يا بنزيما، احنا محتاجين واحد كده شويه بنزيما عشان فريق عربي ياخد بطوله كاس العالم للانديه بعد الوصول للفاينل من فرقتين هما الرجاء والهلال والعين الاماراتي، كلهم مصر للنهائي كاس العالم للانديه. وبكده يا جدعان كان الفيديو بتاعنا خلص، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسلام.